صباح الخير يا حاج لطفي. عفوا، ازيك يا حاج؟ الله يبارك فيك، ربنا يفتح عليك ويوسع عليك يا رب. منورانا قناه فضلك، جوهره باذن الله. جوهره السويس، جوهره السويس منورانا بالعكس. وسمعنا الاباطيل بالصلاه. ومن داخل محل تاني يا جماعة، أسماك البوب، وهنجيب اليافطة دلوقتي. معانا الأستاذ سيد. إيه الجمال ده؟ ده السيد استاكوزا. وفرغة بتاعة ترسة وفرغة، تمام. دي ديكورات. بسم الله ما شاء الله، منور المحل. بس هي حقيقي، بس احنا اللي محملوك. بتحنط. ناس متخصصة في التحنيط. هي كلها كده زي ما انت شايف. بتشمع بالورنيش عشان تلمع. على بالك عليها، الله ينور عليك. وفي واحده ثانيه يا جماعه، اهي ترس في بحر الحلقه. جميله يا استاذ. يا جماعه ده السويسه مشهورين بالفن في حفظ البحريات. تمام. جميل جميل جميل. انت مجهز شغل للدريفلي؟ ده سجان بكام ده يا استاذ؟ ده ب 120. 120 فلايق صايمه طبعا، نظيفه. 100. وده بلوت كنال. بلوت كنال اهو يا جماعه، بيبدو زي الفضه اهو. بالطبق ولا بالكيلو يا استاذ؟ لا، هي كانت سمكيه 10 كيلو زبون خدها على بعض. يعني دي بتاعت زبون. الف صحه وعافيه عليها يا رب. تمام. اسماك البوب يا جماعه. تليفون حضرتك يا باشا؟ رقم انا 800-19-89-165. طبعا دي اللي بحب جماهير جوار السويس، عشان لو نزلت الحلقه تيجي تشتري من عندك. ده سجان عمك. بكام الكيلو فيها؟ ده ب 60. 60 صايمه برضو؟ صايمه. طب تعالى بقى، اعرف ازاي السمكيه الصايمه من السمكيه المعبيه المؤاخذه بطنها مليانه؟ تبقى بطنها مشدوده؟ بس مكانها ناشفه. تبقى ناشفه. ماسكه نفسها. زي عضله كده. لو السمكات طريه. لو ليها طريه تبقى تعرف ان بطنها مش كويس. مش كده؟ وبرده نفس الشيء السجان الكبيره دي. بصوا يا جماعه، السمكايه بطنها ماسكه، مش مهروله. مش مهروله. بكام الكيلو في دي؟ ب 120. دي زي اللي شفتها جوه، وده اللوت اللي انت نضفته ده. ده نفس اللوتات اللي اتنضفت جوه؟ ده بتاع كمان. الله، وريني السناره بتاعتها بقى. ادي يا جماعه اهي بالحبل السناره بتاعتها بلعها. كنال دي يا حمد باشا؟ كنال لسه الحمار بتاعها. بكام دي الكيلو فيها؟ ده ب 90. 90. شيء جميل. بتميز طبعا في الطعم عن المزارع. بس انا ببقى صغير كده، 2 كيلو وكيلو ونص. زفر في الاكل. لكن دي ريحه البحر. بسكوت. ريحه البحر. بسكوت. الله يبارك. ربنا يحسن سوها يا حبيبي. حصان طايب.